كابتن بلال الف مبروك. سيناريو عايز تقول حاجه بس قبل ما اقول لك الف مبروك؟ انت اقول لك الف مبروك هو الاول. الحاج كتير قوي، انا واحده حلوه فيهم. سيناريو مكرر لمباراه الذهاب لولا ان النتيجه 4-0 ولولا ان كم واحده فيهم قولي. الله يا كابتن انت بتقول درر حبيبي. لولا ان النتيجه 4-0 لولا ان اللي جابوا الاهداف وجوه جديده كنا قلنا ان سيناريو مكرر او المباراه معاده. ايه وجوه جديده دي يا كابتن؟ ايه وجوه جديده اللي جابوا الاجوال يعني. مش بيرسيت مش مش زي الماتش اللي فات حسين الشحات. الشحات يعني سجل بالظبط. بص طبعا المباراه احنا قلنا من الاول مباراه في المتناول، يعني في متناول النادي الاهلي، متناول النادي الاهلي، لان الفروقات واضحه، فروقات كبيره. كابتن يمكن الكابتن عادل قال كل الحاجات حلوه باستثناء حاجه واحده بس اللي هي تعليق عليها واحده، الا وهي البدايات بتاعت افريقيا. هي دي بدايه افريقيا، بدايات سهله تمام، مش صعبه ولا حاجه يعني. وقال البدايه بتبقى صعبه شويه، لكن انا من وجهه نظري بدايات سهله. انت البدايه سهله الى دور المجموعات، لما يبقى يعني حتى دور 16 لما كان بيتلعب عادي برضو البدايه سهله بالنسبه لك. يعني انت قصدك اللي بيبقى جاي من دور ال 64 طبيعي بتبقى اسهمه هي الاضعف ان هو يوصل لدور المجموعات. انت بص انت لو في مراهنات يعني زي ما بيحصل في العالم كله هتلاقي بتتكلم في 99.9% مقابل 1% مثلا، اللي هو مثلا ابن اخت اللعيب على امه على خالته، يعني الحاجات اللي هم القرايب دي هي دي اللي ممكن يعني ياخدوا فيها الواحد من 1000 في المية يعني. انما اللي حصل متوقع طبعا، طبيعي طبيعي. ليه؟ فرق المستوى، انت بتتكلم في بطل افريقي تمام بيلعب في دور 32 تمام، فبالتالي بس انا مش كان قصدي قوه الماتشات، انت بتتكلم عن انت فهمتني. لا مش المفاجات، لا مش في الكوره. انا بكلمك الانديه اللي زي النادي الاهلي ده، نادي مفنش 5 بطولات حلو، خد اجازه رجع على فتره اعداد بس تبقى فيها صعوبه. لا عنده بص بيبقى عنده ايه دايما اللي بيلعب النادي الاهلي حتى لو قليل في المستوى فبيزيد كتير قوي عشان يعمل حاجه كويسه. النادي الاهلي في البدايات دايما في البدايات، واحنا كلنا لعبنا افريقيا، احنا احيانا فرق اقل من كده كنا بنكسبها 1-0 بالعافيه والكباتن عارفين دي البدايات بتاعتنا، لانك لسه ما دخلتش في افريقيا. الكبير بدايته دايما بتبقى اصعب من الصغير، ده كان قصدي، مش قصدي قوه المباريات، على اساس ان الضغوط عليه اكتر، هو الافضل هو المرشح طبعا ان هو يتاهل يعني. واكتر من مباراه في افريقيا احنا كلنا لعبناها في البدايات كانت بتبقى علينا صعبه جدا، نلعب الفرق الاكبر بنقدر عليها لانه لسه الخطفه الاولانيه دي. انا مش قصدي يعني مش قوي احنا بس الوضع 6 سنين الوضع مختلف شويه كابتن، عارف ليه؟ لانك زمان كنت بتيجي من اجازه شهر ونص فتره اعداد وتخش على افريقيا على طول تمام، فكان الموضوع صعب بشويتين ثلاثه لعيبه مريحه، كنا الدوري كان بيخلص بانتظام زمان فتخلص في شهر 5 فتاخد لك اجازه شهر تمام ولا ثلاث اسابيع، فتخش على اسكندريه تعمل المعسكر ال 10 ايام وبعدين تروح المانيا وبعد كده وتطلع منها على افريقيا على طول تمام. في مباراه ممكن تكاد تكون مباراه قويه بالنسبه لك ليه؟ لان اي مباراه في اول مباراه بتبقى انت لسه ما احتكتش رسمي، فبالتالي ما بتبقاش جاهز 100%. النهارده مباراه على ملعبك، الاجازه صغيره، عملت فتره اعداد بعد الاجازه برضو صغيره، دخلت على مباراه كبيره مباراه السوبر، وبعد كده جيت على مباراه الدوري العام، فبالتالي اكتر جاهزيه طبعا بالنسبه للفريق الثاني. طب والوضع مختلف تماما، انت بتلعب على ملعبك هنا في استاد القاهره، فالامر يعني يكاد يكون سهل بالنسبه للنادي الاهلي. يعني احنا النهارده كسبان 7 في الماتشين، ممكن تكسب 10 12 13 هدف مستريح. يعني النهارده كم هدف ضايع؟ 6-7 اهداف محققه حقيقيه، هتلاقي 3 4 اهداف حقيقيه. لا اكتر 6 لا بتكلم على الاهداف اللي بنسبه 100% محققه بنسبه 100% من 6 7 يبقى تجيب يبقى تكسب 9 10 تمام. فمباراه النهارده مباراه سهله تقدر تشكل فيها زي ما انت عايز، تقدر تحط فيها مثلا كريستو يمين، ترجع عبد القادر تاني زي ما عملت، وتعمل تغييره تاني، تبدل تنزل كمدير فني. طبعا تقدر تعمل فيها كل حاجه، حتى كمان اللعيبه في الملعب بتبقى عندها اريحيه، يقدر يغلط ويصلح غلط ويلعب ويرقص ويشوط ويجرب. ليه بس مش اي واحد بيبقى عنده الاريحيه؟ يعني مثلا انت قصدك ماشي، خلينا نتكلم على بعض العناصر اللي بتاخد فرصه. اللعيب الاساسي قصدك ده عنده اريحيه؟ بالظبط كده. اللعيب اللي بالزبط. هو ما بيلعبش بشكل مستمر بتبقى الدنيا مضغوطه شويه. بالظبط طبيعي طبيعي. يعني مثلا زي ما تناولته موضوع كريستو، هيبقى عايز يثبت نفسه فبالتالي ممكن يكون افكاره بيفكر كتير جدا اكتر من متناول او محتوى الماتش نفسه. افكر جات لي هستلمها اعمل ايه، بتاثر على ارقص اشوط. فالنهارده عايز يثبت نفسه. ليه عايز يثبت نفسه؟ لان طبعا
في اكيد في فروق مستوى طبعا، في فروق خبرات ما بينه وبين اللعيبه اللي بتلعب مكانه. يعني حسين الشحات مكتمل، يعني لعيب عنده 32 سنه مثلا حسين الشحات، من لعيب عنده 22 23 سنه، بس مش هيتحط في وجه مقارنه لما تيجي تتكلم تقول كريستو ولا حسين الشحات. لا مش هتحط في وجه مقارنه بالظبط. انا بقول لك كريستو ايه الضغوط اللي ممكن تكون يتعرض لها، انا مين بيلعب مكاني؟ ما هو كلنا فكرنا بالفكر ده يا كابتن. يعني احنا عندنا 18 سنه 19 سنه، مين بيلعب مكاني في الحته دي؟ طب بتفضل تفكر، طب ايه الميزات اللي عنده؟ طب اقدر اعمل ايه عشان احط نفسي الاول، يبقى ليا مكانه 10 دقايق تلت ساعه بعد كده تبتدي تفكر. هو ده الطموح، وطموح شرعي جدا 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 ومطلوب على فكره من كل اللعيبه طبعا، تروح طموح مشروع جدا. فالنهارده انت بتفكر في اللعيب اللي قدامك، ازاي ممكن اوصل لمستوى قريب من المستوى. فده بيسبب لي ضغوطات، طبعا بيسبب لي ضغوطات، خاصه ان الفرقه ماشيه كويس، الفرقه بتكسب، اللعيب اللي بيلعب في مكاني ماشي كويس بيكسب. تناولنا حته قبل الماتش، حته طب انا لو كويس واساسي، واحد جه لعب جاب له جونين ثلاثه مش هيلعب اساسي؟ لا طبعا، الاولويه الافضليه عند المدير الفني اللي مستمر في الاداء الجيد. تمام، امتى ادي ده؟ لما الثاني يعاري 3 4 5 ماتشات ابتدي ادي الاحتياطي مثلا، او اللي ما بيلعبش بشكل مستمر فيلعب ماتش حلو، فالثاني حلو، فالثالث حلو، فابتدي انا كمدير فني ابتدي اثبت بقى في الحته دي. مقتنع. تمام، انما النهارده انا ماشي كويس 7 10 ماتشات او نص سيزون او راوند كامل، وبعدين واحد يجي يلعب يجيب جول ولا اثنين ولا ثلاثة، وبعدين في ماتش ضعيف، وبعدين المدير الفني تقول هيعتمد على الماتش الجاي، بتبقى صعبة جدا جدا. عشان كده دي بتبقى الضغوطات اللي على اللعيبة. وخد بالك المدير الفني ما بيحطش الضغوطات دي، اللعيبة اللي بتحطها على نفسها. يعني المدير الفني ما بيحطش عليك ضغط يقول لك بص انزل بص هي دي الفرصة بالنسبة لك، لا ما بيقولش كده. المدير الفني عارف ومقدر حالة الفرقة كويس، فبيديك فرصة انه يقيمك التقييم المختلف غير اللي انت بتقيمه لنفسك. الا وهو انا النهارده مثلا هلاعب عبد القادر، لعيب مش اساسي الفتره الاخيره، تمام، ولكن عايز اقيم حاله عبد القادر، هل ممكن يبقى البديل الاكفأ بالنسبه لي؟ هل النهارده لو حصل وخد بيرسي تاو 3 انذارات وحسين الشحات خد 3 انذارات او حصل واحد فيهم متصاب، هل عبد القادر هو اللي ممكن يكون في الحته دي ولا ممكن كريستو اللي يكون في الحته دي؟ تمام، المدير الفني في بعض المباريات بيحكم على انا ممكن استعين بمين كلاعب رقم 2 في الحته دي. ما انت ليه بتلعب، ليه بتنزل النهارده بتغير لعيبه ليه؟ مش اعتباطا برضه، مش المدير الفني برضه ما بيحطش لعيبه اعتباطا. يعني مثلا ما ممكن النهارده اقوم حاطط لعيب، هل ممكن احط لعيب النهارده مثلا اللعيب رقم 25 في الفرقه؟ لا طبعا، انا عايز احط، انا خلاص طالما دخلت المعمعه، طالما دخلت ان انا على دوري وافريقيا، انا ببتدي ابص على اللعيبه اللي ممكن استعين بيها، مش اي لعيب. مش هجيب لعيب عشان اكافئه مثلا، او عشان اديله مكافاه، او عشان مثلا اللعيب ده بعيد جدا فما يزعلش فاحطه يلعب، لا مش هحطه يلعب. انا كمدير فني عايز اكسب، فبفكر في الماتشات اللي جايه، بفكر قدام لمستقبل الفرقه ومصلحتي انا كمدير فني، فبالتالي بجيب اللعيبه اللي ممكن يكون عيني عليها تفيدني فيما بعد. لو حصل طرد، حصل انذارات، حصل توقف، حصل حصل حصل، فالنهارده انا بدور على اللعيبه اللي تقدر تفيدني. اللعيبه اللي بتتغير اكتر الجزء الامامي، عشان نكون مقتنعين، يعني الجزء الخلفي ده انت كمدير فني مش عايز تخرج اللعيبه من الملعب، ولو بتلعب يوم يوم مش هتخرج اللعيبه من الملعب الا للشديد القوي زي ما بيقولوا، اصابه جامده جهاد شديد جدا مش قادر تلعب، ثلاث كارت احمر، ثلاث انذارات، التغيير بحساب في الحته الواضحه. وده خلي بالك واضح في خلال الثلاث مباريات اللي فاتت. طبعا يعني كسبت الموسم الماضي، لا خلاص احنا عدينا الموسم، بس بنتكلم على بدايه الموسم ده. طبعا عندك 4 3 4 يعني جايب 11 جول في ثلاث مباريات، والحمد لله شباكك نظيف هايل. طبعا 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 ريكورد هايل جدا. فالتغييرات دايما بتبقى في الجزء الامامي. ليه في الجزء الامامي؟ الجزء الامامي دايما بيعتمد على حاجتين اتنين مهمين جدا يا كابتن. اولا بيعتمد على الحاله الفنيه والبدنيه والمزاجيه للعيب، بيعتمد على التوفيق رقم اتنين. طبعا ممكن يبقى انا حالتي الفنيه هايل بس مش موفق النهارده، شوط الكره في الارض، شوط الكره مش عارف اجي ارقص الكره، فاهم؟ بتعتمد على التوفيق وده جزء كبير جدا. عشان كده التغييرات دايما بتبقى تغييرات اماميه. فمن مصلحه المدير الفني ما يكونش بس عند عبد القادر لوحده او بيرسي تاو يقول لك انا اكتفيت خلاص، انا دول الاساسيين بالنسبه لي بقى مش مهم. لا، ده انت لازم يكون عبد القادر، ولازم يكون رضا سليم، ولازم يكون بيرسي تاو، ولازم يكون عندك حسين الشحات، ولازم يعني بتدور على 5 6 7 يكونوا موجودين في الجزء الامامي، بحيث ان انت ما يبقاش عندك مشكله في وقت ما في الحته اللي قدام. لان زي ما قلت لك بتعتمد على التوفيق جنب المهارات، مش بس المهاره. انا مش ممكن الواحد موفق بالنسبه لي ينزل يجيب جول، تمام، ك
كريم فؤاد الموسم الماضي لو تفتكر بينزل يسجل صح. بينزل يسجل صح. يعني الماتش حتى اللي فات نزل ما ابدعش بس نزل سجل. النهارده كان ممكن ينزل يسجل. ده اسمه حته التوفيق. فمدير فني يقول لك بس اللعيب ده موفق. اولا كمان كلعيب بشعر بالحته دي حته التوفيق ان انا موفق الحمد لله الفتره دي. فده المدير الفني من مصلحته ومصلحتي انه يعتمد عليا كبديل او كتغيير تمام. وده جزء مهم جدا على فكره من من من, من كره القدم. ما هيجوين من اللعيبه اللي بتبقى موفقه وقت كتيره جدا جدا جدا. تلاقي واحد اتصاب نزل لاعب اساسي سجل هدف. في لعيبه كتيره جدا بيحالفها التوفيق في اوقات كتيره جدا. والمديرين الفنيين بتبقى مدركه للحته دي.